السلام عليكم، صباح كي دايرين؟ بخير هانين، بخير. معكم فاشي فلوغ من جديد. لا شك انكم عرفتوني على جيت نهضر لكم هذا النهار، نهضر لكم على المشكل ديال رفيق بوبكر. كنت ديجا هضرت عليه، حيت هما ديما كيبقاو يعني ملي كيكون شي موضوع، ملي كتاح البقره كيكثروا الجناوه، ديما كيهضروا شي موضوع كيهضروا فيه ما كيساليوش. صافو ديك هذاك المشكل ديال رفيق بوبكر، راه ديجا الناس احنا المغاربه راه ملي كيكون شي عرس كيكونوا سكرانين، كيقولوا شي هضره راه اكثر من رفيق بوبكر. لو لوندوما الناس كينساو صافي، كان سكران مسكين الله يعفو عليه. يعني كيفاش غير رفيق بوبكر خصنا بوانتيو على واحد حيت هو ممثل مثلا، هو مشهور، وكنساو البوزيتيف ديالنا. حنا ديما كنهضروا غير على النيجاتيف ديال الانسان اصاحبي، فينا هذا الطبع هذا، كنهضروا غير على السلبيات، الايجابيات كنساوهم ديال الانسان. ملي كطيح البقره كيكثروا الجنه. على نسيتوا ذاك رفيق بوبكر شحال فرشكم، شحال كضحكوا، ها ممثل والله الا رفيق بوبكر واعر، ممثل واعر ستار، هذاك ممثل، هذاك ممثل، هذاك تاع على برا شعبي وظريف مع الناس وكذا، وما كيتسكوباش على حبال الله. رفيق بوبكر يتلاقاك في الزنقه ويهضر معاك ويسلم عليك وكذا، وشعبي كيعجبكم غير اللي كيتكبر عليكم كما قلت لكم المره الفايته، واللي ها كتبوسوا اليد اللي كتصرفتكم. رفيق بوبكر ولد الشعب مسكين وظريف وكذا، وشنو فيه؟ هذوك صحابو هما اللي خصكم تهضروا عليهم حيت هما ولاد الحق، وما عندهمش الحق بعدا يديروا، هذوك اللي خصهم يتحاكموا، ماشي رفيق بوبكر. رفيق بوبكر ماشي مشكل تحكم، يعني عطاوه غرامة لأن سبتين وداك الشيء هذيك، ولكن هو كيبقى بشر حتى هو، الإنسان معصوم من الغلط كما الله سبحانه وتعالى. أنا لاشين ديالي ماشي كدير الفتنة ولا كت، أنا مغربي وكنحب المغاربة ديالي ولاد بلادي، ماشي كنطيح بيهم ولا كن، فهمتيني، ولا كنطعنهم بالموس في الدار. واخا يكون كيما بغى يكون مغربي غلط، نشدو لعندي أنا خوه ونصلحو ونهضر معاه ونكومينيكي معاه ويرجع للطريق. قولوا له طلبوا له الهدايه، قول الله يعفو عليه مسكين. حنا اي واحد في المغرب في العائلات ديال المغرب كلهم كتلقى فيه واحد سكايري ولا جوج، العائلات كلهم، شحال واحد غير كريتيكيني يقول لك المغاربه، والعالم كله فيه الشراب والناس كاين، واحد دار فيها واحد شفار واحد صباغ واحد سكايري، راه كل شيء في المغرب، في تونس، في في في, في الجزائر، في, في قطر، في موريتانيا، في تايلاند، في فرنسا، في كوريا، في العالم كله راه كاين واحد كيكون الله يعفو عليه كيكون مسكين كيسكر واحد حيت عنده مشاكل وكذا، ما كيلقاش لي اوريونتي ديريجي يقول له دي، حيت كنا الناس كنتكافلوا بعضياتنا وكنصحوا بعضياتنا وكذا، واحد سكرا سكايري مثلا وشدوه ونتناقشوا معاه مثلا اميكال ونهضروا معاه ونبينوا له الصواب والحق وكذا، راه غادي تصنتنا وغادي يولي انسان صالح. ولكن حنايا حادقين غير في الكريتيك سي بوصله، ما غادي ما عمرنا افونسيو. وجبتكم هنا في هذا المنظر هذا من مورايا السينما، الا شفتوها راه من مورايا هذيك السينما جيت نهضر. انا خصيصا ندير هذا الفيديو على رفيق بوبكر مور والسينما موراي، لانما هو القصه ديالو اللي عنده اون ليزون افيك افيك السينما. سي بوصلا جيت هذا النهار هذا باش نهضر على السينما، لانما هو ممثل سينمائي وستار، ممثل سينمائي يعني طوب، ماشي يعني ممثلين ديال الكرتون ودفيع الله ممثلين ديال، حيت حنايا لاشين ديالنا كما قلنا لكم ما عندها جوج الوجوه، كنجيو كنقولوا فاصل الهضره واللي كاين كنقولوا. الا كان هذاك السيد هذاك غير ممثل يعني لائق وممثل يعني غير ديال في علاه وكذا، وكنخرجنا ونقولوها، نقول لكم هذاك السيد هذاك ما ماشي ممثل غير، ولكن ممثل كيتقن الدور ديالو، كيتقن الشخصيه ديالو ببراعه، يعني ما عندك ما تقول، يعني ممثل هذاك هو ممثل اللي كيمثل الشعب المغربي. الا كان دار ذاك الغلط وغلط ما تبقاوش شادين فيه عادين فيه، قلبوا على السيد شي شويه، شوفوا موضوع اخر عاود اللي يصلح لكم، خليو السيد، السيد مسكين كيشرب وكذا ولا عنده مشاكل، الله يعفو عليه، الله يعفو، كلنا راه حنا انسان خطا، انا براسي راه تاينا كنغلط وانت كتغلط والاخر كيغلط، علاش اصاحبي ما كيشوف غير الحديبه الاخر ما كيشوفش الحديبه ديالو؟ ديما الانسان كيبقى كريتيكي غير واحد لاخر، زعما انت ما كتغلطش، انت اللي كتقول ولا انت غتخرج دابا تهضر فيا انا ولا دير لي ديزلايك، دير حتى 1000 ديزلايك، انا يا جو مون فو، انا عايش حياتي بخير، دير تاس بني كاع في الكومونتير جو مون فو، السبان ديالك هو اللي غينقصني واللي يزيدني، انا بخير، خارج مع ولادي دابا هما كيلعبوا هنايا، راني صايم الله يقبل، غندخل دابا نفطر، نصلي صلاتي ونفطر وما كنهضر في حد ونعس مرتاح. بني ولا انا عارف، انا الانسان اللي كيكون في يوتيوب راه عارف انا بان الناس غيسبوه الناس غيديروا له هادشي، هذا راه حنا عارفينه، راه ديجا راه حنا عارفينه، فهمتوني؟ ولهذا فاسي فلوغ ملي كيخرج يهضر في شي فلوغ كيهضر كيدافع على المغاربه ولاد بلادو، وكندافع انا على اي واحد واخا ما يكونش مغربي. عندي صحابي هنا في فرنسا دي زالجيريان، عندي دي تونيزيان، صحابي دي ايجيبسيان مصريين، الحمد لله كلنا خوت. عندي صحابي دي فرونسي دي فوازان ديالي تا هما دي فرونسي، الله يعمرها دار بنادم فين ما مشيتي طب وحجر
كاين اللي مسكين كيكون سكيري الله يعفو عليه، كاين حنا كنشدوا الانسان كنهضروا معاه ونصلحوه، كنقولوا له دير السبور هذه بعد عندك ما دير مثلا بالحشيش ما صالحلكش هضر صحتك بلاتي هي احسن بالله باقه والكلام الطيب. نتو كاين شي وحدين انا ما كيحملونيش حيت انا كنهضر بحال هكا كنهضر وكنمسح الناس وكذا بغاو يهرسوني وعارفهم انا شكون هما فهمتوني، وكيبغيو ديما يشوفوا شي واحد اللي كيكون خير منهم وكيدير شي حاجه زوين كيبغيو يهرسوه الله يعفو عليه، وكيقول لك هما مسلمين هادو مسلمين ماشي وكاع قريب لك كاع وكيبغي يهرسك الله يعفو عليهم يا ربي، فهاد المنبر كنقول لهم الهدايه الله يعفو عليهم، راه حنا وما قالوناش ما حراك رفيق ابو بكر اللي ممثل ومشهور ومعروف، راه هذيك هي الفرصه ديالهم كيسينو غير فين ما يطيح شي واحد ولد بلادهم باش يهرسوه باش يشفيو فيه العديان، حالا راه امكن اصاحبي تكونوا ناس طيبين وتصلحوا بعدياتكم تصلحوا بعدياتكم والانسان فهمتوني كل انسان يعني قلبه مزيان ومتسامح طوليرون وتبغي الخير لخوك المسلم وتبغي الخير حتى لواحد كاع واخا اطي كاع كافر، راه حنا هذوك الكفار هذوك المغاربه ياك اللي هذوك الملحدين في المغرب شتي داك الملحدين في المغرب راه الا مسكين وقع له شي مشكل والله تيبقى فيا يبقى فيا انايا حيت ما نبغيلوش الموت ولا المضره ولا مثلا يشدوا شي واحد يتكرفص عليه ولا يضربوا ولا ديك دي زوموسيكسيال باغ اكزومبل كيشدوه يتكرفصوا عليه، هما بس حتى هما يكونوا ناس مزيانين هذوك اللي كيكون الا ان ربي قال لك في القران اذا ابتليتم فاستتيروا، حتى الانسان اللي كيكون فيه شي بليه الله يعفو عليه خص حتى هو عاود ما يكونش عاود كيدير ديك امبروفوكاسيون كيبروفوكي كيستفز الناس الاخرين، الا كنت انت فيك شي بليه الله يعفو عليك سير اخويا استاتر يعني تخبع في شي بلاصه ودير داك كتاكل رمضان كله في دارك، ما يجيش بنادم يهرس عليك الباب باش كيسميتو يديك للمحكمه يحاكمك ولا هذاك بينك بينك وبين الله، ماشي سوق الدوله ماشي سوقها فيك كل رمضان ولا غير ما خصكش تخرج للشارع العام لان دوله اسلاميه ودوله كذا هذاك كتقولوا بان حنايا يعني ناس اللي كيصوموا ولا المسلمين انهم متخلفين اش هذا الشيء، انت كتفكر داك التفكير براس كذاك شغلك، انا عاود اخويا انا مسلم وعندي لا فوا والايمان وكنامن بالله كنامن بان كاين واحد الله اللي خلق هذا الكون هذاك هذاك شغلي انت براسك، واش انا جيت لعندك قلت لك انا ما تاكلش رمضان ولا انت راك ولا راك انت عايرتك انا مكلخ ولا مثلا متخلف، انا متخلف خليني متخلف انت متحضر وبدا بقى في ذاك التحضر ديالك اخويا كل واحد يبقى في الكوان ديالو تاكل رمضان كولو في دارك، كنتي اخويا اوموسيكسي الله يعفو عليك سير درك ودير داك الشيء في التيسع ما تبروفوكيش المغاربه وتلبس الباس ديال العيالات ودير محترمه، شوف امستردام هولندا مشينا لامستردام لهولندا وما شفناش داك الشيء ما خليت حتى دوله في اوروبا ما عمريش انا هذاك العجب الكاوري يا ساترين راسهم اصاحبي، ملي كتشوف وحده مسلمه وكدير لك شي حوايج اللي كدا ما ونحاول ما امكان يكون داك الشيء بالشفافيه والنزاهه وما يكونش عند بنادم ذوب الفاس جوج ديال الوجوه لان شي بعض القنوات لا يسمح لهم وكدا كيبينوا كينافقوا ما نذكرش انا كانت واحد الممثله مثلت واحد الفيلم في مصر طيحات كاع صاحبي على المغاربه طيحت علينا الديما صاحبي واحد دارت واحد الفيلم يعني ما نعاود لكمش وراكم عارفين شكون هي ديك الممثله واستقبلوها في واحد الاذاعه في المغرب وهضروا معها وكيهضروا معها واش صاحبي انا نستقبل انا ديك الممثله هذيك عندي في البلاطو هذاك كيتسمى النفاق اصاحبي واش هي دارت دوره صاحبي ديال ما ديروش حتى كيسميتو دور يا ربي تسمح لنا وكذا ما كنبغيو نهضروا في حد رمضان صايم هذا النهار صايم كنصوم في شعبان صايم هذا النهار كنبغيوش نهضروا في حد ولكن راه عيب وحده مسلمه ودير هذاك الدور هذاك تلك الحياه وشوفوها المغاربه ديالها والمسلمين وتجي تسارى في المغرب في البولفار وتبدا تسارى وتجلس في القهوه تاع هي وكذا وهي راه عيب واستقبلوها في الاذاعات فاسي فلوغ ملي كيجي يهضر الا راح توصل له العظم حاولوا ما امكن الا كان شي مشكل وقع شي ولد بلادكم مغربي ولد بلادكم حاولوا ما امكن يعني هذاك المشكل يبقى غير بيناتكم وفكوه وكذا وهذا بدون مشاكل الانسان ماشي دار واحد الغلط يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكيشد لي اطي يعني المشركين وكان ما كيتكرفش عليهم وكذا وكذا وكيهضر معاهم كلام طيب واحد اليهودي فاش تلقوا داك الاسرى مشى قال لهم انا لم اكن اعرف لم اكن اعرف جيدا اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ما كنتش كيسحبني كان غلط فيه ودخل الاسلام داك اليهودي وكان كيلوح واحد اليهودي على الزبل في الجيز الدار فين كيسكن الرسول صلى الله عليه وسلم
واحد النهار ما طاحش الجبل في ديك البلاصه فين كيسكر راسو سلاس من حداه، عرف بان داك اليهودي مريض ومشاو دق عليه قال له كيفاش عرفتيني مريض؟ شكون قال لك؟ قلت له عرفتك لان الجبل داك النهار ما طاحش في ديك البلاصه. شوف الاخلاق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هما كانوا شي وحدين كيقول لك هو ان غيغي وكيقتل عباد الله وكيتكرس، شو الافكار اللي دخلوا لهم في الدماغ على الدين؟ هما مسلمين بالفطره، مسلمين بالفطره وكياكلوا رمضان وكيمشيو مع المشركين وكيتصنتوا لهذوك الناس اللي كيعمروا لهم دماغهم وكيقولوا لهم راه ما كاين لا دين لا الله لا والو، شادشي انتم متخلفين. راه عايش في اوروبا قلت لك انا صاحبي هنايا اوروبا، انا درت لافيت مع لي زالمون في دورتموند كيسكروا تما وداك الشيء وحنا كنتسارو كناكلوا الفريد وغنمشينا وصلينا وحنا مسلمين وهما الله يعاونهم هما على داك الشيء ديالهم وما نوليش مشرك وكذا لانه عارف دين السنه ودين الحق. فهمتوا؟ وهما واخا كيسكروا كيضحكوا تما وناشطين وكذا راه مريض بلا ديبرسيون وما كتبانش عليك الا كنتي مريض بلا ديبرسيون، اللي كيكون مريض بلا ديبرسيون ولا مونتالمون ما كتكونش عارف انت مريض نفسي ما كيكونش باين لان ماشي فيزيك جسدي كيريح معاك ويهضر معاك كذا ولكن راه فيه الاكتئاب ولا مريض ما كتعرفوش انت واخا داك كتشوفه بالشرع وكذا وهذا ولكن راه مراضين بلا ديبرسيون حيت ما عندهمش لا فوا صاحبي والايمان بالله يقين طريق الهدى طريق الحق باش فهمتوا عباد الله واتقوا الله وارجعوا للطريق وتعاونوا بعضياتكم وديروا فوق بعضياتكم وبعدوا على رفيق بكر راه مغربي ديالكم شايفو دار غلط دار هذاك صافي مي يكون ساو داك الموضوع طلبوا له الهدايه مسكين وكذا وهذا وهو غادي يرجع الطريق الراس وغادي يجي واحد النهار يقول انا كنت غلط الا كنتو بغيتو تنصحوا الناس وكذا ماشي تبقاو تطعنوا فيهم وكذا والنفاق النفاق ما عندنا ما نديرو بدوب الفاس وتلاقى وتصور معاه وكذا وكذا وكتهضر فيه كتقول هذاك مجرم هذا السفاح وكذا تسينو غير طيح البقره باش يخرجوا الاذاعات كلهم يهضروا هذا السفاح يجب ان يحاكم اش داري يجب ان يحكم اذا المغاربه كلهم نصفهم خصهم يتحكموا كلهم في العرسات كيسبوا الله وكيسبوا ملي كيكونوا سكرانين اذا خص المحكمه كلها تنقلوا البوليس تنقلوا لذاك العرس باش يهزوا هذوك الناس هذوك يديهم للحبس سبوا الله راه ملي كيكون بنادم سكران راه ما كيعرفش كيقول هذوك اللي خصهم يتحكموا اللي صوروه ولا حول الفيديو ما خصهمش يلوحوا الفيديو نورمالمون ما خصهمش يلوحوا ذاك الفيديو. المهم هادشي علاش جيت انا نهضر على داك السيد هذاك عطيوه اتساع نتوما غير كتكشي وحدين ماشي كلشي ديما كنهضر بالبرسنتاج شي بعض الناس الله يهديهم كيبداو يطعنوا في الدار وكذا قعدوا خليوه يعيش حياته مسكين الله يعفو عليه يا ربي يا ربي يعفو عليك اخي رفيق بكر يا ربي يصلحك يا ربي وبعد على داك الطريق ديال هذيك بعد على الشراب وبعد ولادك مرتك الله يعمرها دار وكذا ودك نسابك وولادك بخير وتبدل ولي واحد اخر تانتا سبور وكذا وبدل بعد على الشراب وبعد وتولي انسان صالح وبخير وتعيش في سعاده خير رفيق بكر تبع النصيحه تخسيف لك. المهم هادشي علاش جيت نهضر عليكم الفيديو بارطاجيوه مع الخوت والحبايب باش تعمل فائده للجميع هذوك الناس اللي ما فيش في قلبهم شي رحمه وسلام هذا الميساج هذا تهلاو ليا فراسكم يلا خاصي بلوك يبغيكم كيحبكم في الله ما قلتش شي حاجه هي ولا ديروها لي في الكومنتير يلا ادخلوا عند خوكم الفاسي كيحبكم في الله يلا تهلاو ليا فراسكم بالله.